بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي العربي الكريم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك، وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. يتجدد اللقاء من الجامع الأزهر الشريف مع رسالة الرماني النكت في إعجاز القرآن الكريم. والرماني بعدما عرف البلاغة، وكان اللقاء الماضي معه في تعريفه للبلاغة، بدأ في صفحة 76 وقال: والبلاغة على 10 أقسام: الإيجاز والتشبيه والاستعارة والتلاؤم والفواصل والتجانس والتصريف والتضمين والمبالغة وحسن البيان. ثم قال: ونحن نفسرها بابا بابا إن شاء الله تعالى. طبعا نلاحظ أن الرماني لم يستوفي جميع أبواب البلاغة التي تعارف عليها العلماء المتأخرون، وإنما أخذ بعضا وترك بعضا، فلم يذكر مثلا القصر والفصل والوسط والتعريف والتنكير، لم يذكر كثيرا من أبواب علم المعاني ومن أبواب علم البديع، وإنما ركز على الأمور على هذه الأبواب فقط، وسيبدأ شرحها إن شاء الله. بدأ بباب الإيجاز فقال: الإيجاز تقليل الكلام من غير إخلال بالمعنى. وإذا كان المعنى يمكن أن يعبر عنه بألفاظ كثيرة ويمكن أن يعبر عنه بألفاظ قليلة، فالألفاظ القليلة إيجاز. هذه الكلمة من الرماني تعني أنه يمكن أن نعبر عن المعنى بألفاظ قليلة ويمكن أن نعبر عنه بألفاظ كثيرة. فالأول الطريق الأول هو الإيجاز، والطريق الثاني هو الإطناب. وفي هذا دعوة إلى ضرورة إعادة صياغة تلك المعاني بكل صورة ممكنة، بحيث نتبين القليل من العبارة والأقل والكثير والأكثر. يعني أنت محتاج لأن تصوغ المعنى بأكثر من أسلوب، ثم تنظر في هذه الصياغات فتأخذ الأقل منها الوافي بالمعنى، لأن هذا هو الإيجاز، وتترك العبارات الفضفاضة التي لا تعطي المعنى جديدا، لأن البلاغة كما قال علماؤنا البلاغة الإيجاز. البلاغة الإيجاز يعني أن تعبر عن المعنى بالألفاظ القليلة، أن تعبر عن المعنى بالألفاظ القليلة. ولكن الرماني يطرح طرحا ويقول لنا: أعد صياغة المعنى، انظر إلى المعنى وانظر إلى العبارات الممكنة التي يمكن التعبير بها عن هذا المعنى، وتخير أوجزها، تخير أقلها، لأن هذا الأقل هو البلاغة، هو الإيجاز، والبلاغة الإيجاز. ثم قال الرماني: والإيجاز على وجهين. بدأ بعد تعريف الإيجاز، وأن الإيجاز هو تقليل الكلام من غير إخلال بالمعنى، يعني أن يكون اللفظ قليلا والمعنى كثيرا. بدأ يقسم الإيجاز قسمين: إيجاز حذف وإيجاز قصر، وهذان القسمان هما اللذان استتب عليهما الأمر في تقسيم الإيجاز عند علماء البلاغة، لأن الإيجاز عند علماء البلاغة إلى وقتنا هذا إما إيجاز قصر وإما إيجاز حذف، إيجاز قصر أو إيجاز حذف. قال: فالحذف إسقاط كلمة
للاجتزاء عنها بدلالة غيرها من الحال أو فحوى الكلام. إيجاز الحذف أن تحذف كلمة من بنية الجملة، وهذا الحذف لابد له من شرط، وهو الوضوح، وضوح المعنى بعد الحذف، وضوح المعنى بعد الحذف. فلو أدى الحذف إلى إخلال بالمعنى لكان هذا عيبا قادحا في البلاغة. يبقى الشرط في الإيجاز أن يكون غير مخل بالمعنى، الحذف يكون غير مخل بالمعنى، هذا شرط. هناك شرط آخر، وهو أن يدل على المحذوف دليل، أن يدل على المحذوف دليل، لأن اللغة تستغني بدلالة المذكور عن ذكر المحذوف، تستغني بدلالة المذكور على المحذوف، لأن هذا يعتمد على العقل، العقل يستنبط ويقول هنا كلمة، هنا فاعل حذف، هنا مبتدأ حذف، هنا خبر حذف، هنا جواب شرط حذف. هذا الحذف لا بد له من سر، ولا بد له من غاية يتغياها. قال: فالحذف إسقاط كلمة للاجتزاء عنها بدلالة غيرها من الحال أو فحوى الكلام. والقصر بنية الكلام على تقليل اللفظ وتكثير المعنى من غير حذف. إذن إيجاز القصر يشترط فيه أن اللفظ يكون قليلا والمعنى كثيرا، يعطيني ألفاظا معدودة ووراءها أنهار من المعاني، ووراءها كنوز كبيرة من المعاني. هذه القدرة لا يمتلكها كل أحد، قدرة التعبير عن المعاني الكثيرة بألفاظ قليلة قدرة فائقة جدا لا يستطيعها كل متكلم، وإنما يستطيعها المتكلمون الذين تدربوا على ذلك وتمرسوا على ذلك وصارت العربية في لحمهم ودمهم. والقصر بنية الكلام على تقليل اللفظ وتكثير المعنى، ثم قال: من غير حذف. وكلمة من غير حذف قيد مهم جدا، لأن هذه الدلالة إذا وجدت بالحذف فهي تدخل في النوع الأول وهو الإيجاز بالحذف. فالإيجاز بالقصر يشترط أن اللفظ لا يكون فيه حذف، أن اللفظ لا يكون فيه إيه؟ لا يكون فيه حذف. اللفظ القليل يدل على معنى كثير بدون حذف في أي شيء من العبارة، بدون حذف أي شيء من العبارة. لا أحذف اسما ولا فعلا ولا حرفا ولا جملة إلى آخره. إذا استطاع المتكلم أن يعبر عن المعنى الكثير باللفظ القليل دون أن يحذف شيئا من العبارة، فهذه مقدرة، وهذا هو الذي يسميه علماء البلاغة إيجاز القصر. ثم قال: فمن الحذف بدأ يضرب شواهد وأمثلة، بدأ يضرب شواهد وأمثلة للنوعين إيجاز الحذف وإيجاز القصر. فمن الإيجاز بالحذف قوله تعالى: واسأل القرية. طبعا الآية بنيت على حذف مضاف والتقدير واسأل أهل القرية، هذه العبارة جاءت على لسان إخوة يوسف حينما اتهموا أخاهم بالسرقة وقالوا: واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا إيه؟ التي أقبلنا فيها. اسأل القرية، القرية جدران
وجمادات وأرض لا 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 تنطق ولا تجيب، فكيف يسألها؟ كيف يسألها وهي لا تجيب؟ ولذلك قدر علماؤنا حذف مضاف والتقدير اسأل أهل القرية، لأن القرية لا تسأل، لأن القرية كأرض وحيط وجدران وبيوت ومنازل وربوع لا تقرأ لا تسأل ولا تنطق ولا تجيب. ولذلك كانت بلاغة القرآن في هذا الحذف كان قدر كبير من بلاغة هذه الجملة كامن، كان هذا القدر الكبير كامنا في الحذف. واسأل أهل القرية، واسأل أي التقدير اسأل أهل القرية. طيب ماذا وراء هذا الحذف؟ لو قال الله تعالى واسأل أهل القرية ماذا سيضيع من المعنى؟ مع أن المراد سؤال أهل القرية وليس سؤال المباني والبيوت والأرض. إخوة يوسف لا شك أنهم كانوا صادقين في هذه الحالة في وصف ما حدث لأخيهم بنيامين حينما اتهم بالسرقة، سرقة صواع الملك، حينما اتهم بسرقة صواع الملك وأخذ بجريرته وأخذ بهذا الجرم وبقي عند عزيز مصر، بقي عند سيدنا يوسف، بقي بنيامين عند أخيه عند سيدنا يوسف. فكانوا صادقين في هذا، فلما كانوا صادقين قالوا حكى الله على ألسنتهم واسأل القرية، يعني يا رب إننا صادقون في هذا الخبر، فإن بنيامين بقي في مصر لاتهامه بالسرقة حتى شاع هذا الخبر وعم البلاد كلها، حتى إنك لو سألت القرية لنطقت بذلك. فهذا الحذف يدل على شيوع الخبر وانتشاره، وأن كل مكان في مصر قد علم بهذا الخبر وعلم بنبأ هذه السرقة، ولذلك قالوا اسأل القرية ولم يقولوا اسأل أهل الإيه؟ القرية، حتى كأنك إذا سألت لا يجيبك أهلها فحسب، وإنما تجيبك القرية نفسها. هذا فيه دلالة على شيوع خبر السرقة وانتشار خبر السرقة. قال ومنه قوله تعالى ولكن البر من اتقى. ولكن البر من اتقى، البر صفة من الصفات من صفات الخير، فكان المنتظر أن يقال إن البر أن تصنع كذا وكذا من وجوه الخير، يعني البر في الصدقة، البر في الإيمان، البر في الزكاة، البر في الرفق بالفقراء، البر في كذا، البر له صفات كثيرة جدا. فكان المنتظر من الآية أن تذكر صفات هذا البر، ولكن البر إقام الصلاة، ولكن البر إيتاء الزكاة، ولكن البر صيام رمضان، ولكن البر إطعام الفقراء. هذا هو المنتظر، أن تعلمنا، أن يعلمنا القرآن عن أنواع البر وصوره. ولكن القرآن أعرض عن ذلك وقال ولكن البر من اتقى، فأخبر بالذات، ذات المتقي لله، من يتقي الله. وكأن فهنا علماؤنا قدروا الكلام على الحذف، قالوا هذا من باب الإيجاز بالحذف، إذ التقدير ولكن البر بر من اتقى. بر من اتقى يعني أعمال الخير التي يفعلها المتقي من الصلاة والصيام والزكاة وإطعام الفقراء وتعليم المسلمين وإنشاء المستشفيات وعيادة المرضى إلى آخر وجوه الإنفاق، إلى آخر وجوه البر التي لا تحصى. ولذلك قدر العلماء ولكن البر بر من اتقى. طيب ما سر هذا الحذف؟
لما أخبر القرآن بذات المتقي ولم يخبر بأعماله؟ ولم يخبر به بأعماله. ورأى هذا الحذف حقيقة أنهار من المعاني، معاني كثيرة جدا يمكن أن يكون منها الدلالة على أن عمل الإنسان هو ذات الإنسان. قل لي ما تعمل أقل لك من أنت، ولذلك قال الله ولكن البر إيه؟ من اتقى. فكأن عملك هو أنت، البر تجسد فيك. وفيها معنى آخر، وطبعا المعنى الأول يؤيده قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ينظر إلى قلوبكم ولا ينظر وأعمالكم ولا ينظر إلى صوركم. أن الله ينظر إلى، لا ينظر إلى صوركم وأجسادكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فهذا يعني أن البر ينطوي على العمل، ينطوي على العمل. هناك دلالة أخرى، وهي أنك إذا رأيت أن ترى البر ممثلا في شخص فانظر إلى هذا الشخص، فإنك سترى البر فيه، فإنك سترى إيه؟ سترى البر مجسدا فيه. ولذلك قالت السيدة عائشة رضي الله عنها عن سيد السادات صلى الله عليه وسلم: كان قرآنا يمشي على الأرض، كان قرآنا إيه؟ يمشي على الأرض. فالبر وهو عمل من الأعمال تجسد في ذاته صلى الله عليه وسلم، وتجسد في الآية في ذات المتقي لله. فإذا أردت أن تنظر من يجمع معاني كلمة البر فانظر إلى من يتقي الله، فإن جميع معاني البر تنطوي وتتمثل فيه هو. ينبغي أن نقف هنا وقفة، وهي أن الآية فسرت البر هنا بالتقوى، ولكن البر إيه؟ من اتقى، لأنها جاءت في سياق الحديث عن الحج، في سياق الحديث عن الحج. فكان تفسير البر بالتقوى مناسبا لهذا السياق. لماذا؟ لأن الحج ثمرته التقوى، ولذلك قال الله عز وجل فيه: واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب، فأمر بالتقوى. وقال جل وعلا في سياق آيات الحج: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقوني يا أولي الألباب. فلما كانت التقوى هي الثمرة المرجوة من الحج، فسر ربنا وقصر التقوى على، وقصر البر على من اتقى، فسره بالتقوى. في آية أخرى، في آية تحويل القبلة، في آية تحويل القبلة نجد تفسيرا آخر للبر. يقول الله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وأقام الصلاة وآتى الزكاة إلى آخر الآيات. طيب، سؤال: لما فسر البر في آية تحويل القبلة بالإيمان بالله والملائكة والكتاب والنبيين وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة إلى آخره، وفسر في آية في سياق الحج بقوله ولكن البر من اتقى؟ هل هناك تعارض؟ هل القرآن يعارض بعضه بعضا؟ أبدا، لأن التقوى تشمل كل ما ذكر في آية تحويل القبلة. فانظر إلى قوله في آية تحويل القبلة: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. كل هذه صفات لا تخرج عن صفات التقوى. هذا شيء. وشيء آخر، أن آية تحويل القبلة ركزت على هذه الصفات لقطع التنازع في أمر القبلة،
حتى لا يكون الإيمان مجرد وجهة يتوجه إليها العبد في صلاته، بل الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. فذكرت الآية من خصال البر الإيمان بالله تعالى واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، وذلك مرده إلى الاعتقاد القلبي، كما ذكرت إيتاء المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء. كل هذا ذكرته الآية، وهذه الخصال هي التطبيق العملي للإيمان الذي وقر في القلب. ولذا ختمت الآية بقوله تعالى أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فسياق المنازعة في أمر القبلة وتفضيل قبلة على قبلة استدعى هذا التفصيل المذكور لخصال البر لحسم التنازع في أمر القبلة. وهذا التفصيل لا يسد ما سده الإجمال الذي تراه في آية الحج في قوله تعالى ولكن البر من اتقى. فلا يصلح أن يوضع أحد التفسيرين موضع الآخر. أيضا نأتي إلى الحديث النبوي، فنجد أن سيدنا صلى الله عليه وسلم فسر البر تفسيرا ثالثا. البر فسر في القرآن في الآيتين الماضيتين تفسيرين مختلفين، فسر في آية الحج بمن اتقى، وفسر في الآية الأخرى بمن آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. سيدنا صلى الله عليه وسلم فسر البر تفسيرا ثالثا فقال البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك أو نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. وهذا الحديث رواه الإمام مسلم في كتاب البر والصلة، وهو من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم. ولا تعارض بين هذه التفسيرات، لأن البر جامع لذلك كله ومحيط بذلك كله، وتفسيره في كل سياق بما يناسبه هو البلاغة العالية، وتفسيره في الحديث الشريف بحسن الخلق مناسب لسياقه الموجز الذي يضع فيه الرسول صلى الله عليه وسلم فاصلا بين البر والإثم. فولذلك قال البر حسن الخلق والإثم ما حاك في صدرك وخشيت أن يطلع عليه الناس. لاحظ أن تفسيره صلى الله عليه وسلم البر بحسن الخلق لا يتعارض مع تفسيره في آية في سياق الحج بقوله ولكن البر من اتقى، لأن حسن الخلق من التقوى، ولا يتعارض مع قوله ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والنبيين، لأن هذا كله شيء واحد ويدخل بعضه في بعض. أحببت أن أشير إلى ذلك حتى أفتح موضوعا للدارسين والباحثين في، وهو جمع النظائر بين الكتاب والسنة. يعني تفسير الشيء الواحد في القرآن الكريم بعدة تفسيرات، وتفسيره في السنة بتفسير آخر أو بتحديد مفهوم آخر. يعني البر حددت آيات القرآن مفهومه بأمرين، الأمر الأول من اتقى، والأمر الثاني من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين إلى آخره. ثم جاءت السنة وحددت مفهومه بشيء ثالث لم يذكر فيهما، وهو حسن الخلق. جمع هذه النظائر في الكتاب العزيز وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم أمر مهم جدا، وموضوع بحوث متميزة لمن أراد أن يقوم بها على وجهها وعلى حقها. يعني أكتفي بهذا القدر، وأصلي ونصلي ونسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.